أهلي برج بوعديريج يحقق أول فوز له داخل الديار، والضحية كان فريق مولودية العاصمة الذي بادر للهجوم، وأول تسديدة من زغدان بن خوجة بصعوبة يخرجها إلى الركنية. رد فعل المحليين جاء عن طريق يايا ومصفار صاحب هذه التسديدة التي كانت في أيدي جميلي. نلعب الدقيقة الثامنة، مخالفة من بن دحمان، وبشيري برأسية يسجل ضد مرمى. وهدف دون مقابل لصالح أهلي البرج خلال المرحلة الأولى. ثم يايا يحاول من بعيد لكن الكرة كانت خارج إطار مرمى جميلي. حشود من جانب المولودية حاول هو الآخر في هذه المخالفة لكن دون نتيجة. الشوط الأول انتهى بتفوق الأهلي. المرحلة الثانية رمى خلالها العاصميون بكل ثقلهم في منطقة المحليين، ورأسية بوكاش في أيدي بن خوجة. نلعب الدقيقة 65، اللاعب البديل سايح في هذه التسديدة، ويحيى الشريف في المكان المناسب يسكن الكرة الشبك، لكن فيه راية من الحكم المساعد. عناصر المولودية احتجوا على قرار الحكم، وهذه الإعادة بالعرض البطيء. آخر ما شاهدنا في هذا اللقاء كانت تسديدة يايا القوية، لكن جميلي كان في المكان المناسب. إذن هو أول فوز للأهلي البريجي، وفرحة كبيرة لعناصر وأنصار الفريق الذي تمكن من فك العقدة في ملعب 20 أوت. والتعليق كان لي زميلي.